لكي يثبت العالم كله الوجه الحقيقي والمشرق للمرأة العراقية لمن أراد من دول الاستكبار أو أي دولة تحمل أجندات داخل العراق، ولمن استخدمت رموز شيطانية إعلامية خارج العراق كي يشوه صورة المرأة العراقية المتظاهرة والثورية والمعتصمة. هذا هو الرد اليوم، الرد الوطني العراقي للمرأة والعفوي التلقائي. خروجنا اليوم هو لكي نقول نعم نعم للعراق.